السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر محزن ومؤسف عن الفنان هشام ماجد منذ قليل، وتم نقله للمستشفى في حزن شديد من الوسط الفني وأسرته. الفنان هشام ماجد أعلنت أسرته، وأعلن الفنان من داخل المستشفى إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، وقال الحمد لله إيجابي كورونا، أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل حاجة اللي المفروض تتعامل، مش فاكر الجملة قوي. وبطريقة طريفة أعلن هشام ماجد إصابته بالكورونا من داخل المستشفى، وقام عدد كبير جدا من الفنانين بالدعاء لي بالشفاء العاجل والاطمئنان عليه، من بينهم الفنان القدير صلاح عبد الله، وعلق ايه ده هو لسه في المدعوقة دي، مليون سلامة يا اتش وطمني عليك يا حبيبي. كمان اتمنى لي الشفاء العاجل من الفنانة ايتن عامر واندر محسن وهيثم دهب ومهند حسني ونشوى مصطفى وريهام عبد الغفور وامير صلاح الدين وهيثم دبور. وبعدها قام الفنان هشام ماجد بكتابة بوست اخر عن حالته الصحية وآخر تطوراته مع فيروس كورونا، وكمان داخل المستشفى وتقارير الأطباء اللي قالوا إن حالته دلوقتي مستقرة عما دخل المستشفى، لأن كان دخوله المستشفى كان الفنان هشام ماجد كان حالته غير مستقرة، لكن الآن الحمد لله الحالة استقرت وتم تحديد البروتوكول العلاجي للفنان هشام ماجد، ونتمنى له السلامة.